يسكت يسكت كل مباراه، يسكت يسكت كل مباراه. اتوجه بحديث اليوم لشباب مصر بميدان التحرير وعلى اتساع ارضها. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. تعمل ايه لو مبارك خد براءة؟ عادي، الدنيا الراجل اللي خدها ايام وخد بنيته، والله الله يكرمه على كده، والله ربنا يصلح حاله. كأننا ما عملناش ثورة ولا عملنا أي حاجة. ده راجل برضه ابن الجيش المصري وحقه ياخد براءة. سلنا بالطلعة الجوية، سلنا بالطلعة الجوية، يعني لوحده في الجهادية، يعني لوحده في الجهادية. الطبيعي إنه يطلع براءة. هو ما عملش حاجة غلط وكان ماسك البلد يعني صراحة كويس، كانش فيه مشاكل يعني في البلد. حسني مبارك، حسني مبارك، أشرف منهم حسني مبارك، أشرف منهم حسني مبارك. في ظل الوقت الحالي متوقع إن في أي لحظة هياخد براءة، كل الناس اللي موجودة هتاخد براءة. مبارك الثلاثين سنة اللي هو قعدهم وأفسد الحياة السياسية، مبارك مش المشكلة في الفلوس اللي نهبها. دي ممكن ما تكونش اتثبتت ماشي، لكن الحياة السياسية اللي أفسدها مبارك يعني خلى مصر تتراجع مش 50 سنة 100 سنة ورا. كان لازم لو في حكم أو في قانون يحكموا بدوت الفساد السياسي والاجتماعي اللي حصل وتأخير البلد قرن فات. لا أنا ما بس سعيدة إن هو بياخد براءة، بس في الآخر الكلمة هي الكلمة العليا للقانون. لو إحنا عايزين بنقول عايزين يبقى في دولة، إحنا في دولة قانون ماشي، يبقى القانون هو ليه الكلمة العليا.